خلال الأخبار المنوعة، حيث أعلنت دار الأوبرا المصرية تفاصيل حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 28 المقرر انطلاقه من 1 وحتى 12 من نوفمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم لإعلان تفاصيل المهرجان. وكشف الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن الدورة الحالية ستضم 37 حفلا غنائيا تقام على مسارح أوبرا القاهرة والإسكندرية ودمنهور، موضحا أن هذا الحدث الثقافي والفنية الكبير يعد أكبر مهرجان للموسيقى العربية في الشرق الأوسط. الفنانين المصريين اللي كانوا بيغنوا في مهرجان الموسيقى العربية وقت ما كانش فيه تواجد عربي، النهاردة المهرجان نجح بكل المجهودات اللي أنا ببذلها مع كل القائمين على المهرجان، بقى فيه فنانين عرب متواجدين أكتر مما كان في الدورات الأخرى. المفاجأة الجميلة اللي أنا عايزة أقولها إن أنا السنة دي المهرجان بيكرم مجموعة كبيرة من الفنانين، زي ما اعتدنا بنكرم الموسيقيين والشعراء والكتاب وكل من له علاقة بالفن، وأنا عايزة أشكر الفنان الكبير محمد منير على مشاركته معانا في افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لأول مرة. كلمة دار الأوبرا يعني الحدث، لأن كلمة أوبرا في العالم، إحنا كان عندنا تاني أو تالت أوبرا في العالم، لما اتحرق هي من حرائق، لا شك لما المسؤولين أقاموا هذا الصرح الجميل كان يجب أن يواكبوا المهرجان.